مغامرة جديدة وحلقة جديدة. واليوم يا جماعة راح يكون عندنا لعبة كالعادة، دائما نجيب لكم العاب بافكار غير وغير. فاليوم يا جماعة لعبتنا فكرتها ان احنا راح نربي لنا خيول ونعتني فيهم. فكرة غريبة نوعا ما، هل تحبون الخيول ولا لا؟ اكتبوا لي تحت. هنبدأ مع بعض في اللعبة ونكتشفها اول مرة. راح ندخل اللعبة وراح اشوف كيف صايرة. فكبداية راح يكون طبعا عندنا الحين نختار الخيول اللي احنا نبيهم. هذيل حلوين والله، بس دقيقة خلنا نتأكد وش احلى شيء موجود. اوه شكلهم مو طبيعي، بس ثواني قبل اي شيء باخذ افضل شكل احسه جميل. اوه والله واجد اشكال فيه. دقيقة بكمل لان احس ان هذا الشيء المناسب. وهذا اللون قوي، احلى لون، بس ما ادري اي لون اخر يا جماعة. لحد الحين ما خلصوا، والله ما ادري خلصوا ولا قاعد نعيد ولا شنو بالضبط، صراحة مو متأكد، بس اتوقع اني راح اخذ هذيلة. يلا خلنا ناخذ هذيلة. الحين اقدر اسمي الخيول عندنا، راح اسمي نينجا، والثاني شو اسميه باند بانك. والله اسماء واجد موجودة. بيرد، يلا نسميه بيرد يا جماعة. يلا بيرد يلا خلنا نشوف مع بعض. الحين المفروض ان انا اقدر اتحكم بالخيل، اخليه يروح اي مكان يبيه. اوكي، يعني مثلا نقدر نخلي الخيل يروح الجهه ذيك، بس ايش يروح هناك صراحه ما اعرف. ما علينا، هني اتوقع راح يكون عندنا مجموعه من المهام. احنا عندنا طبعا حظيره ومكان وما شابه، ونقدر نسوي جلسه تصوير اتوقع. دقيقه، اقدر اصور، اقرب، ابعد، وبالطريقه هذه. عرفت يا جماعه؟ 3 2 او لا، دقيقه، هذا يسوي الفوكس، بس ما ادري كيف ازوم. يعني مفروض في طريقة حق التزوير. المهم نعطيه صورة بالطريقة هذه. ما علينا، خلا هذا كله على جنب، نحاول نكتشف مع بعض المكان، يعني نشوف وش نقدر نسوي. شيء ثاني نقدر نسوي، نقدر نحن نصبغ المكان حقنا. يعني الحين دقيقة، اقدر اجي هني اسوي سلك. لا دقيقة، ما صبغت انا، على طول راح حبيبي. ابى اصبغ، ايش فيك انت؟ المهم نرجع مرة ثانية، نجي هني. اوه الالوان الثانية مسكرة، نقدر نغير لون المكان. لا 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 لا، اللون حقي اصلا هو احلى لون موجود في اللعبة. خلنا نروح نشوف الاشياء الثانيه. نقدر نحن اتوقع نزرع بعض النباتات راح تكون عندنا هني، فراح اجيب النباتات حقتنا. هذه واحده وجيب جزر مره ثانيه. اوكي، الحين بعد ما جبت هذيله، شنو هذا؟ والله ما ادري شنو هذا. دقيقه، الحين بعد ما حطيتهم اقدر احط زياده؟ لا ما اقدر احط زياده، بس المفروض انا اقدر الحين اسقي الزرع. يعني المفروض ان انا اقدر اسوي الشيء. اوه انا الحين فهمت ليش قاعد ازرع، علشان اسوي اكل، والاكل هذا واطلع اكل، والاكل هذا اكل حصان. اوكي، ما توقعت ان الموضوع بطريقه هاي طريقه الماي. اوكي، نحاول نحن نحط الماي هني. نايس، زرعنا. الحين نقدر نحن ننتظر طبعا موضوع الاكل، خله كله على جنب، علشان لما يستوي الاكل راح نجي ونشوف موضوعه. ننزل مرة ثانية هني ونشوف مع بعض. هني اتوقع ان احنا نقدر نحطها اللي تحت، يسمونه اللي يحطوه تحت رجل الحصان. اوه حركات، هاي الاشياء اللي عندي، وايش في اشياء ما عندي؟ هذا متوفر صراحة عندي، راح اخذ هذا الايتم. اشتريناه، ياب اشتريناه يا جماعة. حاليا اشترينا شيء واحد مجاني خلوه عندي، بس طبعا في المستقبل لازم شوفوا الحصان حقي خلاص الحين صار عليه، صار فوق راسه هذه. اوكي، نجي هني ونشوف مع بعض. هاي اعداداتنا. خلنا نجي هني ونكتشف. لا ما في شيء مهم. احنا عندنا هني مهمات نقدر نسويها، نقدر ناخذ اول مهمه الحين. اول مهمه عندنا، فاول مهمه عندنا راح تكون هي عباره عن اجيب هذه. اوكي، ونمسح على الخيل حقنا. اقدر الف الكاميرا؟ ما اقدر الف الكاميرا، بس اقدر اسوي اول مهمه. هذه اول مهمه عندنا اليوم، جهزناها. اوكي، نروح الحين المهمة اللي بعدها، لازم نحاول نسوي المهام. طبعا المهمة اللي سويتها الحين راح تعطيني، تكلمنا وسولفنا، مو شيء واجب مهم. الحين موضوع الزرع، انا المفروض اني سقيت الزرع، احتاج اسقي الزرع اكثر. لا، الزرع قاعد ينزرع يعني الحين. اوكي، اقدر اخذ هذا التفاح ونقدر نطلع، الزرع قاعد ينزرع، فالمهمة هذه راح تستوي مع الوقت، خلها الحين على جنب. نروح الحين لموضوع الماي، اتوقع عندنا مكان بعد مخصص حق الماي، خلينا نشوف موضوع الماي. اوكي، نسبح. نحتاج نعبي الماي. اوكي، عبينا الماي حاليا للحصان. انا عبالي نسبحه، والله ما ادري، انا داخل ما افهم الاشياء هذه، فانا قاعد احاول اتعلم يعني لموضوع الخيول. ف
فعبينا الماي وشرب الماي وخلص. فخلصنا المهمة الثانية عندنا اليوم وهي مهمة الماي، ناخذ الجائزة حقتنا. احتاج اني ابيع تفاح، انا اعتقد اني بعت تفاح، كان موجود تفاح هني اقدر اجي هني واحط التفاح هني وابيعه. بعنا التفاح وخلصنا المهمة اللي بعدها. الزرع يطول واجد على ما ينزرع يا جماعة، ما راح ياخذ وقت. اوكي هذا دقيقة، هاي دقيقة اقدر اسويها بشكل سريع. اخذنا حاليا الاشياء، اخذناهم، راح اجيب هذا وخليه هني. حلو، واجيب، ما عندي جزر، اشتري جزر، راح اشتري جزر. بعد ما اشتري الجزر نجيبه ونخليه في هالمكان، ونجي نسقي حاليا بالماي بالطريقة هذه، ونقدر نسرع اذا حبيتنا نسرع وسوي سكيب. سويت سكيب على طول. اوكي احتاج هني، احتاج هني ايش اجيب؟ احتاج شيء، احتاج الجزر، جيب جزر. هنحاول نحط جزر زيادة في المكان كالعادة، نسقي بهاي الطريقة، واقدر امشي الوقت لو حبيت اني امشي الوقت طبعا بهذا الاسلوب. انا ما ادري لمتى راح اقدر امشي الوقت على راحتي. ما علينا، خلصنا الحين من هذا، المفروض انا اخلص كل المهام الحين اللي موجودة عندي خلال اليوم هذا. فنجي هني ناخذ المهمة هذه وناخذ المهمة هذه، فخلصنا مهماتنا اليوم كامل، مهماتنا اليومية انتهت بشكل كامل حاليا بالنسبة الى يومنا. فهاي الاشياء اللي سويناها خلال اليوم هذا، اتوقع ان احنا فتحنا بعض الاشياء. هذا انواع اكل، اقدر اخذ النوع الاكل انا احسه مناسب، نجيب الاكل نخليه هني الحين يقدر انه ياكل. فدائما نحاول ناكل الحصان حقنا عشان يكبر ويكبر ويكبر. فضبطنا الحين، شنو بعد عندنا؟ طبعا في عندنا مهام ثانيه موجوده هني فوق، اي مهام غير، ترى هاي مهام غير، هاي مهمه شيء اتوقع استحمام صح؟ خلينا نشوف. اي هاي مهمه استحمام، الرش بالماي، ايوه الرش الحصان حقنا بالماي، وتالي نفركه بهاي الطريقه. ايوه حلو حلو. اوكي الحين نرش بالماي، نايس، رشينا بالماي حاليا كامل مثل ما تلاحظون، وخلصنا من هني. خلينا نسوي مهمة ثانية، عندنا هذه المهمة ما ادري شنو موضوعها يا جماعة. خلينا نشوف المهمة هذه، شيل شيل. اوكي حلو حلو حلو. اوكي نظفنا، لا حوافر صح يسمونهم اتوقع، اي المهم نظفناهم الحين كامل. نروح المهمة اللي بعدها، نبي نسوي المهام كامل حقتنا. اوكي مهمتنا اللي بعدها قلب، شنو هذا ما ادري. اوكي يعني بس امسح راسه بالطريقة هذه مثل ما تلاحظون، وراح تكون الامور تمام. ايوه نحاول نكملها كامل، لازم على راحة، اذا على راحة يعجبه، اذا سريع ما يعجبه. اوكي بعد هذه نروح المهمة اللي بعدها، شو راح تكون المهمة اللي بعدها؟ خلينا نشوف المهمة اللي بعدها، دقيقة. ودينا الحين المهمة اللي بعدها، اوه حط هذا. اوكي اخذه خلاص، اعتقد خلاص هذه راح تزيدنا خمسة. شنو هذه بالضبط؟ دقيقة شنو هذا؟ ما فهمت. وات شنو هذا؟ ها لازم معاه. اوكي اوكي لازم معاه، لازم معاه، سوينا ثنتين بس، قليل قليل، كان المفروض اني اجيب ازيد يعني فيها، بس حصلت نجمتين. ما انا ما استوعبت الموضوع الا متاخر، اقدر ارجع مره ثانيه واسويها، دقيقه اقدر ارجع مره ثانيه واسويها. يلا بسم الله، اول واحده، يلا اللي بعدها. سويتها سويتها يا جماعه، بس ما ادري ايش قال لي غلط. اللي بعده بعد واحدة، هذا اللي بعده، جبنا أربع نجوم، كان ممكن خمس نجوم لكن للأسف ما ضبطت معانا. ما علينا، على الأقل سويناها حاليا ولفلنا الحصان حقنا ليفل آخر. الحين
شوي شوي امورنا تتطور اكثر واكثر واكثر. انا اتوقع اني راح اوقف هنا. اتمنى عجبكم المقطع، ضغطوا زر لايك واشتركوا في القناه، ونشوفكم على خير ان شاء الله مقاطع اخرى من لعبه والعاب ثانيه. مع السلامه. اللايك امره مهم، طقه ولا تهتم، انضم لجيشنا الخرافي اللي يقال عنه فخم، يسيطر على امم، هذا جيشنا يا عم، والاسيار اسطوره تتناقل على كل فم. اشتراكك تنضم وهذه اسهل وسيله، قناه للصغار والكبار وتعتبر جميله، تقدر تشترك في لحظه تراهي ما هي حيله.